دلوقتي تعالوا نروح بقى نشوف موضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن تاثير العامل البدني على تطور نتائج الزمالك مؤخرا واهميته في مرحله حسم لقب الدوري. تعالوا كده نشوف اراء جمهورنا على السوشيال ميديا، والبدايه من عند مين يا نيرفانا؟ البدايه من عند هدى بتقول صباح الخير عليك يا انجي، صباح الخير عليك يا نيرفانا. طبعا العامل البدني ليه دور كبير، والزمالك بيلعب موسم من اصعب المواسم بسبب عدم القيد ورحيل اللعيبه واصابات البعض، عشان كده في مجهود كبير جدا على اللعيبه الاساسيه كل ماتش، وده باين في الماتشات الاخيره، بس لعيبتنا رجاله وقد كل الظروف اللي اتحطوا فيها، وان شاء الله يكملوا المشوار على خير ويحافظوا على الدوري مع مجهودات البروف، والدوري في 100 عقبه باذن الله. باذن الله يا هدى. طيب كمان رنا عندنا بتقول صباح الخير عليك يا نيرفانا، صباح الخير عليك يا انجي. طبعا قبل اي حاجه الروح والعزيمه والاصرار على الفوز، ده شيء مهم وبيدي معنويات كثيره للفريق. اعتقد ان العامل البدني مهم جدا في تكمله مشوار الدوري المعقد وتوزيع المجهود على مدار الماتشات القادمه. اتمنى من اللعيبه انهم يبقوا على نفس المستوى لتحقيق درع الدوري الثاني على التوالي ان شاء الله يا رنا.